نحن هنا لنحلق فوق نهر عريق شهد حضارات كثيرة. إنه نهر النيل الذي يشهد أزمة متصاعدة حول مياهه المتدفقة، مرورا بالهضبات الإثيوبية ووصولا إلى سد النهضة. هنا مشروع سد النهضة. هذا المشروع ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو السد الخرساني الذي يبلغ طوله إلى 1800 متر مع ارتفاع يصل إلى 155 مترا، مما يجعل بحيرة تتسع لأربعة عشر مليار متر مكعب من المياه. وأما القسم الثاني من سد النهضة فهو سد السرج الذي يبلغ ارتفاعه إلى 55 مترا ويصل طوله إلى 5.2 كيلومتر، ويهدف هذا السد إلى حصر المياه لضمان عدم تدفقها إلى مناطق منخفضة. تهدف إثيوبيا للحصول على قدرة إنتاجية من الكهرباء بعد اكتمال مشروع سد النهضة بطاقة تقدر حوالي 5000 ميجاوات، ولكن ما تم إنتاجه حتى الآن من التوربينين هي طاقة تقدر ب 750 ميجاوات. فيما لا يزال الجدل السياسي مستمرا بشأن قضية سد النهضة للتوصل لاتفاق يرضي كافة الأطراف. تقول إثيوبيا أنها أنهت الملء الثالث وقامت بإنتاج الكهرباء من توربينها الثاني، وأيضا قامت بإعلاء سدها بنحو 25 مترا وسط توقعات بإنهاء هذا المشروع خلال عامين على الأكثر. سعيد مزيل، العربية والحدث، غرب إثيوبيا من منطقة سد النهضة.